أن هذه الدورة سيمتحن فيها الحزب وسيجيب فيها برلمان الحزب على سؤال جوهري كيطرحوه المنتخبين ديالنا والمناضلين ديالنا، وأجزم بأنه كيطرحوه حتى الرأي العام الوطني وعموم الطبقة السياسية. السؤال: هل يمتلك برلمان حزب الأصل والمعاصرة القدرة على التقاط تحديات اللحظة التي تجتازها البلد؟ وهل يمتلك القدرة على تغليب صوت العقل وصوت الحكمة بتسخير الطاقة للم الشمل ولتوحيد الرؤية ولاستيعاب الجميع على اختلاف تقديراتهم؟ هذا هو السؤال الجوهري، وغادي يجاوب عليه اليوم غنبرهن عليه البرلمان ديال الحزب، هو اللي كيخلي هذه الدورة يمكن نعتبرها دورة حاسمة. هي حاسمة أيضا بالنظر لاعتبار آخر، وهو أن المواضيع اللي مطروحة على جدول أعمال هذه الدورة فيها الشق الأول المتعلق بالأسئلة المطروحة على الحزب واللي جاية من وضع اجتماعي ووضع سياسي فيه الكثير من العوامل ومظاهر الاحتقان، ولكن أيضا اللي مطروح على جدول أعمال المكتب السياسي هو إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التحضير للمؤتمر الوطني الرابع العادي للحزب الذي سيحل موعد ديالو للأجل القانوني في يناير 2020. ولكن حنا كنطمحوا وكنوجدوا الظروف وكنحاولوا نقنعوا المناضلين ديالنا أعضاء البرلمان باش هذا المؤتمر نمشيو فيه نمشيو ليه بنفس وحدوي ونمشيو ليه بنفس إدماجي. وثالثا، وهذا أيضا عنصر آخر كيضفي على هذه الدورة أهمية خاصة وكيجعل منها دورة حاسمة، وهو أن الأجندة ديال البلد مزدحمة بأسئلة كبرى. هذه الأسئلة الكبرى اللي يفترض أنه يجاوب عليها هو الأحزاب السياسية ماشي بوحدهم، لأن كل قوى المجتمع مطالبة اليوم باش تقدم أجوبة على التساؤلات الكبرى اللي كيطرحها المجتمع ديالنا في تحولاته، اللي كتطرحها التحديات المتربصة بالبلد في سياق تفاعلها مع محيط جهوي متقلب ومضطرب، وفي سياق تفاعلها مع بيئة دولية شديدة القسوة. نشاركوا في الدورة العادية ديال المجلس الوطني اللي يعني أهم نقاط هو تحضير المؤتمر إن شاء الله القادم، واللي غادي يكون فيه تغيير بعض الهيكل ديال الحزب. نتمنى ان شاء الله باش ننجحوا، خصوصا في هذه الاجواء اللي الان يعني تبشر بالخير اللي غادي يكون فيها ان شاء الله توافق الجميع. شكرا. يكون بالطبع يعني اراء قويه من المناضلات والمناضلين اللي هم برلمانيين الحزب، ولكن في الاخير انت يعني المنتظر هو ان يكون واحد الروح ديال المسؤوليه، وفي نفس الوقت يعني نتوجهوا للمستقبل، يكون واحد نداء للمستقبل باش نراعيو الاشكاليات اللي كيعانيو بها المغاربه، لان الاشكاليات اللي كنعيشوها التنظيميه الداخليه مزيان تناقش، ولكن مزيان كذلك نلقاو لها حلول باش نمشيو نديروا الوظيفه ديالنا اللي هي يعني التعامل مع المواطنات والمواطنين وطرح حلول للمواطنات والمواطنين. يجتمع المجلس الوطني اليوم في دوره عاديه لمناقشه اللجنه التحضيريه لتهيئ المؤتمر المقبل، وأتمنى صادقا من جميع الإخوان والأخوات أعضاء المجلس الوطني أن يستحضروا الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا وكذلك المحيط المتوتر اليوم والذي يفرض علينا واحد الأجندة معينة. أتمنى أن نستحضر أولا نداء الوطن والنداء ديال المسؤولية اللي تلقوه مجموعة ديال الإخوان الأمناء عام سابقون، لانه الاحزاب الوطنيه اليوم اما ان نكون او لا نكون، ان نكون دوله حق القانون ودوله المستزاد تحترم عقول الانسان، ان لا نكون دوله الفوضى والسيبة والتسيب. ولا اعتقد انه يوجد بيننا في حزب الاصاله والمعاصره من يريد لهذا الوطن التشرذم والى ما ذلك، ولكن يجب ان نفرق كذلك ما بين الاحزاب الوطنيه التي تريد بناء الدوله الوطنيه الديمقراطيه، الدوله القطريه تؤمن بحقوق الانسان المتعارفه عليها دوليا، والاحزاب التي تدور في فلك التنظيم العلوي للاخوان المسلمين، لانه هذه هي مسؤوليتنا جميعاً.